خط الموت على ولد آدم، مخط القلادة على أجيد الفتى، وما أولغني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف، وخير لي مصرع أنا لاقيه، كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلا، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا، لا محيص عن يوم خط بالقلم رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه فيوفينا أجور الصابرين، لن تشذ عن رسول الله لحمته وهي مجموعة له في حضيرة القدس، تقر بهم عينه وينجز بهم وعده، ألا ومن كان باذلا فينا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فليخرج معنا، فإني راحل مصبحا إن شاء الله. وفي اليوم الثامن عزم الحسين على الخروج من ذي الحجة، عزم الحسين على الخروج من مكة، وجهزت الهوادج والرواحل. وقبل ذلك لما علم محمد بن الحنفية أن الحسين سيخرج في اليوم الذي قبله، إذ أنه أعلمه قال له: أخي لما خروجك إلى العراق وأنت تعلم هؤلاء فعلوا بأبيك وأخيك، وأخاف أن يصيبك ما أصابهم، فاجلس في الحرم المشرف فإنه لك آمن. فقال له الحسين عليه السلام: أخي قد خفت أن أقتال ويسفك دمي وأكون أول من يستباح دمه في الحرم الشريف. قال له: أخي اذهب إلى اليمن، فإن لك منعة هناك، اذهب إلى هناك. قال: يا أخي لو كنت في جحر هامة من هوام الأرض لاستخرجوني منها وقتلوني، لاستخرجوني منها حتى يقتلوني، ولكن ننظر فيما رأيت. وفي اليوم الثامن من ذي الحجة جاء ابن الحنفية، لما جهزت الهوادج وجهزت الرواحل وأشار إلى الناس بالرحيل، جاء محمد بن الحنفية، قال: أخي ألم تعدني أن تنظر فيما قلت لك؟ قال: يا أخي لقد رأيت جدي رسول الله في المنام البارحة، وقال لي: يا حسين أخرج إلى العراق، فإن الله شاء أن يراك قتيلا مذبوحا مظلوما. قال: إن كان ولا بد فلم حملك هؤلاء العيال والنساء؟ قال: أخبرني جدي أنهن سبايا، أن الله شاء أن يراهن سبايا. إذن خذني معك أخي أبا عبد الله، خذني وياك معك. وإذا لسان قل والدمع بالخد منثور، من تايا خويا من ذبايح يوم عاشور، مالك ويانا يا محمد قبر محفور، ايه والله انت ترد الارض المدينة يا شفية. قال له: عجل عطني عن الوقع علامات، اسمع
عطني عن الوقعة علامات كان الأرض محتوم يا سيد السادات. اسمع اسمع، قل بترتج الأراضي والسماوات، هذه علامة ذبحتي في الغاضرية. أبا عبد الله عطني تفصيل، عطني تفصيل. قال إذا شفت الكون يا محمد تغير، قولوا المثلث صابني وقلبي يتفطر. اي والله، واذا ومن هالسهم بطيح من مهري معفار، ببقى ثلاث ساعات مرمي على الوطيه. بعد اكو تفصيل. قال ان كان عاينت الفضاء مختلف لونه لونه، شو اللي راح يصير؟ يقول له يعني اخوك حسين مرمي ويذبحونه، وان كان غاب النور عندكم في المدينة، والله في المدينة قول الشمر بن عالي متربع علي. يقول له وان كان عاينت السماء تنقلب حمراء، يعني أخوك حسين داس الشمر صدر وحسين، وإن كان شفت دموم قول انقطع نحراه، وإن كان شفت خسوف حز راس الدعية وحسينا. فصل لنا أبا عبد الله. اقل وزينب سعيها يختلف عن ساير الناس، عدها الصفا ما عندها، عدها الصفا عدها الحسين الصفا والمروة العباس، الصفا المروة راسه ينفضخ والصفا بلا راس، كل ما تهرول طاردتها خيول وميه. يقل عاشر الحجة يصادف عاشر محرم، وغسلي ليوم العيد أبغتسل من الدم، ومجلسي يوم العيد بأسوي ماتم، وعيديتي يصعد على صدري دعية، حجاج وادي كربلاء دون البرايا، عافوا ثياب العيد وامتدوا عرايا، لعيالهم نزف الدمى أغلى هدايا، وأنا هدية عيدي راسي حق رقية وحسينة. وطلع الإمام الحسين عليه السلام، ها طلع من كربلة، العباس وين؟ العباس في ركب الحسين وين؟ عند زينب عليها السلام، عند زينب، ها زينب عليها السلام تحتاج كفيل، هذا الكفيل. كل ساعة عباس ونزل محمل الحور يعد، قال له صد له الحسين وناشد، شنهي نزل تكبل، قال له يا خويا نزلتي تدري بخيتنا مدلل،
ما تعرف الضيم والهضم ربيت على العزو العلى ريتك يا عباس تحضر يوم طلعت من كربة. وش اللي صار على زينب يوم طلعت من كربلاء؟ وش اللي صار؟ سترت وجهها جفوفها يا ويلي والدمع والدمع بالخد سايله لإرادة الناقة عثور يضرب خواتك حرمله وزينب تنادي وعباسا حسين بعدك لا هنا عيش ولا لذة مشاعر.